مين أنت؟ وين يونس؟ وليك قولي أحسن لك. ما بعرف وينه. احكي أحسن لك. شو مبسوطة؟ قديش كنت مشتاقة أفطر مع عائلتي مثل زمان. رح صبلك كاسة شاي تانية ستي لورين. شو يعني فين الشاي بس لستك؟ صبي لي وحدة. لا شو هالحكي أخي؟ عدنان أنت أخي الوحيد، طبعا بخدمك ومن كل قلبي كمان. وين بهية؟ ليش ما قاعدة معنا على السفرة؟ طلعت على السوق من بكير أمي، كانت عم تقول إنه ما ضل شي تطبخه. شو نزلت تجيب؟ لسه مبارح أنا نزلت وجبت كل الأغراض يلي لازمتنا. إيه أكيد كان في نواقص وأنت ما انتبهتي. انت من زمان كان لازم تكون متت وفطست يا جمال. يلا خير، هذا الفطر بيقتل جمل واقف على رجليه. يلا قولي ولك، قولي ولا بيت لك بداية تنتين. ها ما بعرف وينه، ما بعرف، صدقوني. ما بتعرفي لكن ما لحسن لك كذابة. احكي ولك وين يونس؟ بترجاك وقف بكفي. لا يا اسماء اسكتي ولك. انا بعرف وينه اخي ورح قلكن. برافو عليكي يا شاطره، قولي لشوف على اي جهنم راح اخوكي. اخي صار هلا بقضنا، راح ليشتغل هنيك بالارض. حبيبتي نيفين، انت هون يا روحي؟ ما يبلالي هالطول. امي حبيبتي، لاني فقت من الصبح بكير اليوم فقلت لحالي بيجي وبنظف البيت منيح. دخيله 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 هالوش الرايق ما احلى لك. انتو اغلى شي عندي، الله يخلي لي اياكم. ماما خير؟ شبك قليلي، انا حاسستك متغيرة. لا والله. يلا روحي ارتاحي واتركي المطبخ، بتكوني تعبتي. يلا لكن يلا انا رايحه ضبي بالغرف. يا الله شو هاد؟ رح تطبخي اليوم فطر جبلي؟ هالاكله بحبها. يونس وبعدين؟ شو يونس؟ يعني بتكون مبسوط إذا ما حكيت معي؟ لا تشغلوا تمكن، شغلوا إيديكن، اشتغلوا من تمساكت. أمي أمي كرمال الله اهدي شوي وردي علي. أمي الله يوفقك، احكي أي شيء. ساعديني حتى وقف يا بنتي، تعي خليني استند عليك. لازم نضغط على أمه ليونس أكثر من هيك، يمكن هالمرة ترضى تحكي شيء. مبين إنه مخوفين كثير للمخلوقة. ألو نعم. يا ابني يا آغا، خلصوا ليونس، أحسان وأخواته رح يروحوا ورا على قضنا. دخيلك رح يقتلوا لي ابني يا آغا. الله يخليك، خلصوا من بين إيديهم. خلص خالتي، أنا رح أتصرف، لازم نتحرك فورا. عزت لحظة، لوين رايحين؟ هلا بحكي لك على الطريق، تعالي.
ألو عدنان أغا. شوفي رشيد، عرفوا شيء أكيد عن الأولاد، أنت حاولت لهيون، أنا قريب رح أجي فورا لعندكم. أغا 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 بس وقف شوي. شو بدك أنت؟ شو بدي؟ عم حاول أعرف شيء عن بنتي ولا ممنوع؟ أغا اللي مشان الله سمعت شيء؟ لا لساتنا عم ندور يا رشيد، يا ريت ما تحرمنا من دعواتك. اطلعي. يا ربي وقف 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 أخا. ايه وينو عزات؟ ليكو هلا راح من هون. ما قدرت تلهيهم بس دقيقة؟ أغا إذا بتستعجل ممكن تلحقهم. ريحة الأكل بتاخد العقل يا بهية، شو عم تطبخي أنتِ؟ فطر الجبل، غانم كتير مشتهية الأكلة. رح آخذ لهم مي لجمال وبرجع بساعدك بسرعة. لشو؟ خدي راحتك، لا تستعجلي، خليكي مع جمال. روحي، ما ضل عندك كتير من الوقت لتقضي مع حبيب القلب. بهي خانم، حكيتي مع لورين خانم ولا لا؟ ايه حاولت، حكيتها وترجيتها كتير بس على الفاضي. خلص لا تاكلي هم انتي، رح ضل عم بحكي معها لتقتنع، ناطرة الوقت المناسب. مصيبة بتروح وبتجي مصيبة تانية، لك شو هالحالة هي؟ استعجل شوي، يلا عطيها دعاس أكتر. صار وقت الغداء، كلياتكم ارجعوا على الخيام. يونس لا تواخذني، آسفة، بعرف إني كذبتك وما كان لازم، بترجاك تسامحني، بوعدك إني ما بقى أشك فيك مرة تانية أبداً لو شو ما صار. أهلين بهية، قولي لي. عمل كل جهدك وجيب جمال مشان يتغدى بالبيت، خلينا نخلص من هالقصة بسرعة. لك كيف بتجيبه؟ جمال مو هون، بالمستشفى مع ابنه. المهم تجيبه معك غانم، لاقي طريقة. يا بهية ما رح أقدر، مو هالمرة ما رح أقدر أعملها. السلام عليكم، شو الشغلة اللي ما رح تقدر تعملها؟ عزت الله يخليك استعجل، استعجل أكثر من هيك. يا رب تحميهم لهالولاد، ساعدهم دخيل اسمك لا تضرهم. خلص ملك،
رح نلحقهم للأولاد إن شاء الله. شوفي شو صار؟ منشر الدولاب. يا الله على هالحظ، هلا وقتها؟ رح انزل غيره، لا تشغلي بالك انت. هلا وقتك انت. ايه وينهم؟ ماني شايف حدا. يا اغا قبل ما تصل بثواني هن مشيوا. اخ منك يا رشيد. مشيوا قبلك بشوي عم اقول لك. ها ها ليكو عزت اغا ليكو. الحمد لله على سلامتكم يا اغا. شكرا. خير ان شاء الله. بنشر الدولاب؟ ايه بنشر. بس انتو شو عم تعملوا هون؟ هلا اتركنا من هالمواضيع، طلعوا بسيارتي لوصلكم لمحل ما بدكم. تعالي ملك. يلا. علي قال لي لا تنطرني على الفاضي لأنه شغله مع الدكتور رح يطول شوي، فقلت لأمره على الخان وشوفك. ايه منيح انك اجيت. مستحيل يكون اللي صار صدفة انه شوف علي مرمي على ضفة النهار. الله تلطف فيني وخلاني لاقي ابني مشان ارجع وكون مع عائلتي من جديد. اليوم انا معهم كلهم وجنبهم، واليوم أنا مع أخي كمان. بهية عاملة أكلة بتحبها وحابة نتغدى سوا. مثل ما بدك، منتغدى وبعدين برجع على المشفى. شغلي كلها شغل التار، ومشان هيك ملحقينهم للأولاد ناشفين راسهم. حتى لو كان ولد صغير رح ياخدوا بالتار. إن شاء الله بنتي رفيف ما يصير عليها شيء. أنا ما عم صدق قديشك واحد أناني يا زلمة. معقول التلات أولاد حياتهم بخطر والتلاتة أرواحهم غالية كتير؟ إضنا يونس. ليك حتى ولو ما رضيت ترجع تحكي معي، أنا رح كون جنبك وحواليك طول الوقت ورح كون رفيقتك كمان. خلص انسى بقى وسامحني. جرب. نحن رح ناخذ رفيف ونروح من هون، هالمكان مو خرجنا. يعني سامحتني يونس مو هيك؟ تمام معناها، يلا قوم. ما رح تسأليني لوين رايحين؟ لا، أنا واثقة فيك لأني. رفيف؟
شبك اختي شوفي؟ ليكون هداك الزلمة رجع مد ايده عليكي. طيب حدا من الاولاد ضايقك؟ إلي انت احكي ولاك، وانا يونس. طيب رفيف ما فهمت شو عملوا؟ خلينا نرجع على المخيم وهنيك بتورجينا شوفي. لا هدون الناس يلي مو مناح لقونا هون هن. شو يعني الرجال الملاحقيننا مشان مسألة التار ما هيك؟ لازم نمشي من هون فورا، خلونا نروح باتجاه الطريق. يلا امشوا. غانم انت ما كنت تمرق على القصر وقت الغداء، اللي خير؟ عم يحاول انه يذكرني بحاله امي مشان اتذكر ايام زمان، وشكله حابب يرجع قعداتنا سوا. قايم شوفها لبهي امي لاني جحت. بهي لا تعمليها، خلينا ننسى هالقصة بقى. بلا سخافتك غانم، اشتغلنا وتعبنا وما ضل الا ننفذ. هذا هو صحنه، بتحب تاخذ له اياه بايدك؟ بهي اذا جاهزين خليني اخذ الصحون. انا رح اخذ الصحون اللي على الصينيه. يلا وانت خذي صحن لجوزك. هيك احسن، بكره بيقولوا مرته سممته بايدها. يا بهي ما بيصير هيك. انت قوي قلبك شوي، اترك الموضوع علي. في أي شيء تاني بدك تاخديه على السفرة؟ شكراً كل شيء تمام خالص، بس مدام إجيتي أنت خدي هاد بإيدك على السفرة. أنا رح روح على الحمام وألحقك بعدين. إيه معلوم روحي، لكن رح حط شوية فلفل أحمر معناتها. إيه بتعملي معروف. لك كيف بدي امسك حالي قدام هالأكلة؟ مو معقول شو طالعين طيبين. ليكن هنيك. زهرة وأخيرا أنسى ملك. الحمد لله. معلم قدرت تقوس يونس من هالمسافة؟ بركي صرت واحدة من البنات.
ما هنن فارقين معي البنات. يونس، يونس قوم. سكي ملك. ألو، عنا شخص متصاوب بدنا سيارة إسعاف. سجل العنوان لو سمحت. استحمل يونس، انت رح تعيش ورح تكمل حياتك اكيد. خليك قوي ولا تموت يونس، استحمل الله يخليك. لا تتضايق ابدا لانك روحته من ايدك اغا. وين بدهم يروحوا يعني؟ اكيد الشرطه بكره رح تمسكه. ان شاء الله. المهم هلا ما يكونوا حققوا غايتهم. ان شاء الله ما رح يصير له شيء. بس يونس حالته ما بتطمن بالمرة. يا رب دخيلك بترجاك تساعدنا. دخيلك لا تخلي يونس يموت، هو كتير منيح، حاجته كل اللي صار فيه. يا رب تكون معه وتحميه. أغا أغا، نحن شو بدنا نعمل هلا؟ هاي الأولاد التقوا والشرطة عم بتدور على الإخوات. ليك يعني نحن مالنا شغل نمشي؟ ليش مين ماسكك؟ يلا نقلع روح لوين ما بدك. طول بالك شوي. هذا هو سيدي. شو هذا اللي عم يصير هون؟ فهمني. هدول الولاد بأي حق جايبون وعم تشغلون هون؟ سيدي نحن فتشنا الخيمتين، الولاد تقريبا كلهم صغار بالعمر واغلبهم مرضى وبحاجة رعاية. سيدي صدقني هنن اجوا لعندي وترجوني، وكان بدهم مكان ليناموا، وانا شفقت عليهم وخليتهم عندي. بشو غلطت يا سيدي؟ شفقت عليهم قلت لي ما هيك؟ ولهيك حضرتك مشغلهم وتاركهم بلا اكل، واكيد كانوا رح يموتوا من البرد. بس يا سيدي هلا بالمغفرة بتحكي اللي عندك. يلا خدوا من وشي. الو بابا، لقينا رفيف. ايه مزبوط التقيت. قول لستي لورين خلص تطمن، اليوم المسا رفيف بتكون عندها. يا عيني عليك أمي، قال عدنان رفيف صارت معه والمساء رح يرجعها على البيت. أخيراً خبر حلو. أصلاً ابني عدنان ما في شي بيصعب عليه بالمرة. يقبرني ابن كيرمان. إيه طيب ماشي، لكن المساء منشوفك. ماشي. إيه أغا لوين هلأ؟ لك أنت لساتك هون؟ أغا أنا أجيت معك كيف بدك يعني، روح أتركك لحالك. أنا اليوم مشغول كتير، ماني راجع معك. أغا؟ لك ماني ناقصك، روح من خلقتي. طيب رفيف رح ترجع على القصر معك؟
شو يا؟ طلعت بتفهم؟ فاجأتني والله، يعني ما أنا غبي مثل ما مبين عليك رشيد. آغا، يا الله شو بدي أعمل أنا؟ شفتي أمي؟ لسه ما حكيتي، عدنان ما استنى دقيقة راح دغري ولقى رفيف. هيك ها؟ وأخيراً، لو ما لقاها كانت توسخ اسم عائلتنا. ما بكفينا إنه سيرتنا طول الوقت على لسان الناس؟ عدنان كلمتك عنده ما بصير تنتين. إيه لك؟ أصلاً وقت الجد الواحد ببين شو معدنه الحقيقي. ما رح تجيبي صحن جوزك زمرد؟ رح تجيبه نيفين. أي مشوفة. شكراً إليك مرت أخي. نيفين، أكلتي من هذا الصحن؟ بسرعة قولي لي أكلتي منه؟ إيه أمي شوفي شو القصة؟ أكلتي ولا لا؟ إيه أكلت منه لقمتين، ما قدرت أمسك حالي أمي. تحركي لشوف، تعالي بسرعة، يلا تعالي، استعجلي، تحركي، تحركي. يا الله، يلا بسرعة امشي معي على الحمام. لك أمي شو صار لك؟ ليش أخذتيني هلا على الحمام؟ فهميني. لازم تستفرغي كل اللي أكلتيه. لك ليش أستفرغه؟ بسرعة بسرعة. لأنه الفطر اللي أكلتيه هلا مسموم. آه، ليش السم؟ اطلع يلا بسرعة، تحركي يلا على الحمام بسرعة. عزت وينه يونس هلأ؟ دخلوه على العملية. اتصلت بأمه وخبرتها، بس ما قلت لها شو صاير مشان ما خوفها. فهمت لحالها وقالت إنها جاي فورا. والدكتور شو قال لك؟ طيب جرحه خطير يعني؟ لهلأ ما قال، بس ممكن يحتاجوا لدم. أنا من هلأ بلشت دور واسأل، بعتت خبر لأكتر من حدا بعرفه وعم بستنى. ليش؟ شو هي زمرة دمه؟ مشكلة إنه صعب تلتقى. زمرة دمه أو سلبي. كيف؟ محلولة لك؟ أنا زمرة دمي مثله، رح خبر الممرضات مشان يسحبوا مني دم. كتير منيح، روحي خبريهم فورا. وأنا كمان رايح مشان إجراءات الدخول وهي القصص، رح روح وخلص الأمور وارجع دغري. تمام ماشي، برجع. يا بنات انتوا انتظروني هون ماشي؟ ما بتأخر عليكم. ماشي أنسة ملك، ولا يهمك انتي، لا تقلقي. اختي لا تروحي وتتركيني لحالي، بحبك كتير. وانا كمان بحبك كتير حبيبتي، وما لحقت افرح فيكي منيح بعد ما رجعتي حكيتي. آسفة كتير. يلا خلينا أنا وياكي ندعي له ليونس كرمال يقوم من مرضه. تعي. آغا، آغا بس لحظة، لو سمحت اسمعني شوي وخليني أقول اللي عندي. هات لشوف، شو بدك تقول؟ ليك اسمعني، بتعرف يعني علي وزهرة لساتهم متجوزين، وزهرة رضيانة تبقى عنده. إيه؟ إيه ليك أغا، أنا اللي بقصده إنه لو بتحكي مع الست لورين بركي بترضى ترجع زهرة على القصر. يعني بنتي رفيفة صغيرة كتير يا أغا، والله صغيرة كتير. ليك بترجاك، الله يخليك يا أغا. حاول تحكي. شوف بوعدك حكيها، أنت بس اطلب رشيد، أكيد ست لورين رح توافق دغري. الله يخلينا ياك فوق راسنا يا أغا، ما يحرمنا منكم كلكم، عن جد شكرا. ولا حشرة، مين أنت اللي حتى تقلنا شو لازم نعمل؟ ولك مين أنت؟ إلزام حدودك رشيد، واللي بنحكيه بيتنفذوا بدون أي اعتراض، بيتنفذوا بس. راحت لتشوفها صار بدها مين يجيبها، شو القصة؟ ايه صحيح معك حق مرت عمي، وانا كمان انشغل بالي رح شوف شو القصة. بعرف انه تأخرنا عليك بالاكل شوي، بس بتعرف اكلة الفطر بتدور. يمكن الاكل ما استوى لهلا. ييه شو اللي صاير هون؟ وين بدهم يكونوا راحوا نيفين وبهية؟ Thank you.
ويكون هلا انشغل بالنا عليكم. نيفين شبك؟ بنتي قولي لي انت منيحه؟ لشو الشك هيك؟ نزل ضغطها شوي، قام فتر راسها وبدون ما تحس وقعت الصحن من ايدها على الارض. هي علي يا عمري، لانه كل نهار وانت واقفه على رجليك وعم تشتغلي بيكون لهيك تعبتي. ايه صح، هذا هو السبب على الاغلب. انا رح اخذ الاكل لعمك جمال، وانت كمان تعالي الحقيني، انا متاكده بس تاكلي بترتاحي وبتصيري احسن. شو القصة أمي؟ هذا الفطر المسموم لمين كان؟ وقت رحت لجيبهم بالظاهر ما انتبهت منيح وبالغلط اختلط مع البقية، ما في داعي تتعبي حالك بالتفكير. امشي، خلينا نروح، بيكونوا عم يستنونا. ريحته بتاخذ العقل. ايه صحتين وهنا. الله يسلم الايدين. اختي يونس اكيد رح يعيش، ما هيك؟ ولا هو كمان مثل امي بده يصير نجمه بالسما؟ دكتور هلا اكيد رح يقدم كل العنايه اللي بتلزمه ليونس لحتى يطيب، رح يعيش ان شاء الله. بس هن ما قدروا يساعدوا امي، كل الدكاتره قالوا انه رح تعيش بس هي توفت. يعطيك العافيه. تفضل. من شوي جابوا شاب صغير متصاوب لهون اسمه يونس، هو وينه هلا؟ بغرفة العمليات، بس المرافقين اللي معه بالطابق الثاني وملك خانهم بتلاقوه هونيك، عم تتبرع بالدم للمريض. شكرا. خلينا نطلع له. يلا. في اخبار عن يونس عمي عزت؟ لا بالعملية لسه، بس رح يكون بخير ان شاء الله. شو يا بنات جوعانين ما هيك؟ انا رايح هلا اجيب لكم شي تاكلوا. انا ما بدي اكل، بس رفيف جوعانه. انا ما بدي كمان. لا بدكن تاكلوا، ما بصير هيك، والا ما بقى فيكن توقفوا على رجليكن. انا رايح جيب شي ناكله، وانا راجع بمرق بجيب ملك معي كمان. لا تتحركوا من هون. حاضر. يسلم هالإيدين، أنا صار لازم أروح على المشفى، علي هلأ عم يستنى. استناني، أنا كمان بدي أروح معك لهنيك جمال، بدي أطمن على علي وشوف إذا وضعه تمام. نيفين، شو رأيك تروحي معنا لهنيك؟ الدكتور بيفحصك. كيف؟ شبه نيفين ليش؟ ما فيها شيء مرت عمي،
بتعرفي زمرد مثل عادتها بتكبر الموضوع، كل القصة انه داخت شوي. البنت المسكينة من شوي وقعت الصحن من ايدها ونازل ضغطها، قلت منخلي الدكتور يشوفها احسن. وليش ما حكيتي لهلا بهي؟ يلا روحي مع مرت عمك على المستشفى. يعني ما في لزوم ستي، هلا برتاح شوي بغرفتي ورح صير احسن، اطمني. ايه أغا اسمعني، أنت جاي تاخد رفيف ما هيك؟ حذرت. لا أغا بلاها، شوفها ليك المسكينة كيف حاضنة أختها وما عم تتركها، بتقطع القلب أختي، حرام. لا تاخدها معك أغا، الله يخليك. خلص أغا عملي اللي بدك إياه. زهرة، أنا بدي فوت على الحمام. يمكن الحمام بهداك الممر يلي هونيك، تعي لآخذك. يلا. كيف صرتي؟ أحسن، بس إيدي عم توجعني شوي. الممرضة ضلت تقريباً ربع ساعة وهي عم تدور على الوريد. زهرة ورفيف شو عم يعملوا؟ تركتهم فوق، أنا رايح جيب شي مشان ناكل كلياتنا. بدك تاكلي لازم. مو قدراني هلأ أكل شي، لساتني عم دوخ ومشغول بالي كتير على يونس كمان. كلنا هيك ملك، بس لازم تاكلي أي شي. هلأ سحبوا منك دم، لهيك أنت لازم تضلي قوي مشان نكفي اللي عم نعمل. ماشي؟ زهرة، بابا ليش ما بيحبني؟ أنا مو بنته، تركني مثل ما تركك لإلك، هو ما بده ياني. حبيبتي، بابا بيحبك وتركك لأنه جبر، ما له ذنب. صدقيني رفيف، ما في أب بالدنيا كلها بيرضى يتخلى عن ابنه شو ما صار. هو أكيد ما بيتمنى يبعد عنك، بس أحياناً ظروف الواحد بتكون أقوى منه. يلا تعالي. الدكتور قال انه رغبة علي للعلاج كتير قوية، ويمكن بفترة قصيرة يرجع يمشي. شفت هالشي بعيوني، يا ريت لو بقدر أعرف أخبار عزت كمان. عزت ما بينخاف عليه. شو رأيك نروح نقعد بشي مكان ونغير جو شوي؟ منروح، شو رأيك علي؟ إيه طيب. رفيف، شفتي هلأ بنت صغيرة عمرها بحدود الست سنين؟ يا الله رفيف، شفتي شي بنت بطريقك صغيرة؟ هي بهذا الطول تقريبا، نحيفة شوي ولابسة عليها جاكيت لونه أزرق. ما بذكر شفتها. يا الله رفيف، لوين رحتي انتي؟ تركني تركني، عم قلك تركني. لوين اخذيني انتو؟ تركني. خلصي وخليكي عالي رفيف، يلا. خلص اتركني. طلعي فيني.
يا بتسمعي الكلام وبتكوني عاقلة وبتروحي معي على البيت، يا أما رح أقتلك أنت وأختك. يلا. لك اتركني، اتركني. لك يا آغا. بابا يا زهرة.